الله أنا حريستي وح قبورك ويا له دجانك الجور قبل كشبة الله هوسه لو أسي أن أسكري كتر سنة عيد مده من شيء بيدا كفر قلب الصوماليا كاسي أول شيء إن دوان عيد مده كتر سنة بوليس كقبل كبرادير أي كدلين أن بر لو قادوا عن شورها أو كتر الله أن دجانك الجور أو هوستجا أن قبل كشبة الله هوسه أسك مرحوم كأي وح كسر قب جلي مسؤولية كتر سنة مامل كقبل كشبة الله هوسه أن هلديسا مسؤولين كسرت قبل كبرادير سياسيين يسدوا كل الديو كله وقعدوا فر بدل عسك كدب أي واحد وربهين تلاها لي ما ممكن قبل كشبة لها هوسة يسدوا كله أن سياسيين تكسر قريب كشيء يحبين كسرت أن قبل كبرادير مسؤولين تي قبل كذا شيء واحد كم يدها قدومي هاد دقمة أبجو قبل كشبة لها هوسة قدومي كحيان كدين عامن قبل كشبة لها هوسة يسدوا كله أن قدومي هاد دين عقرشين تا أنت عسيني نرمان هلذي قيسكي قرنكي وكل أنت استيت كي وكل أنت أنت عسيني نا ولكن كله الدعوة وحلينا الله كوبا يقول ليه وحيد دعاء أنت أمتك إن كهذا النقطة كل ديران أمتك ما أنت حالات كلها الله جوي كلها الله وحنا أنت عسيني نرمان هلذي وكل أنت وحيد دعانا دولة أطلع أرماها صوتنا وحنا كتشننا أن مامل حان كقبل حان كدولة حان أرماها صن دولة أطلع ولا لي ألمان تو حنا أتاعنا هاي أسكي ولا لكنا أو قبيس أسبوع آخر كجريودي معركتي حرون معركتي كتر سن قبل كشبة الله هوسة أو أوش غينا هاي ومدر هرشبة الله هوسة حرمنا أنا أتعسينه وحنا لنا ولا الله إهلك يا خرابة أو كرنتنا تنا وحنا لنا هاي صبر إيمان الله كسيو لما رح شبه الله وصنا صبر إيمان الله كسيو كنفر قلبنا صبر الله كسيو وعلى لنا ولا لكن إلهي هو نحريستو جنة إلهي هو فضو ذي وحنرجينا إن شاء الله تعالى قلبات كان إن لقى إلى عليها الله يسكد إن شاء الله تعالى وحنرجينا إن شاء الله تعالى بحي أهرنا إن شاء الله غير كاسنا إنا قعنتا إننا ورجينا هدي إلهي راو لما سجد تعسيين إننا ولا لكن أو هل كان معنت اللغة آسي أسكيسا يا سجد تعسيين جيري ديسا وحن فلايا ورلاقة بحي سمالهن ويلكان ماشي كوجيري ده ما أنت ماشي لغو آسا يسيد أو كل إنتي ودتك ديجان كنا وأجهين دولة فدرال كنا وأكتهاي معمول كقبل كبنادر نو وأجهين وأقسمية شهادة نقل الجوجو أسكي سي أكجر كرتين سي هذا ده اللي راه أو يه حال ديسا وحن هلا ده ما عرفتها هل كان جوجو هي قرابة ده وحن وشيء ويلكاس وهدو قال لو غان بني ادن وكل انتي الهي بانو كسبباي قف بني ادن وغان بني ادن كل غان كل انتنا ما انت ما بلاوان قبيل يهابيل وكسو بلاوداي سي ان بان لو غودباي ان شاء الله قرابده اي اهلك اي ويلكا اهلكيسا قرابديسا وها او بلا قادينا ويلكود انو عدالت هلو ايا او بلا قادينا هدو الهي يراهدو ان تيرانيدا اي مرواد لا قيب سرينا maamulka shabeelada hoose iyo southwest ee dowlad goboleedka southwest waxaan leenahay walaalkeen allah uu naxariisto kan dhaawacana allah uu booga dhaga dhaawaciisa waa kulay buu xanuunkaas waa wada dareemayna waana naga wada dhintay isagana waxaan leenahay ahlu janna allah ka dhigo qabrigiisana allah uu nuuriyo intii uu ka baxana waxaan leenahay samir iimaan allah ka siiyo anaga kan gobol banaadir ahaan waxaan maanta u nimid meeshaan inaan idin muujino ina xanuunka iyo xafafka aan idin la qabno siyaasiga lagu magacaabo axmed xasan cadu axmed daaci ayaa dhankiisa goobta ka hadlay waxa uu sheegay in dadka ku nool deegaanadan ay u baahan yihiin nabad isla markaana loo baahan yahay in labada maamulba ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada meelahan dad joogin fudayd kama dhaco dadka keenaya maamuladana waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha wax waa dhacayaane in isfahan lagu xaliyo khiboorriyada la qaadayona amba gudoomiye halka jooga han naqdo amba halka baraan jiro hadda maqlo wakiiladiisu joogan han naqato hadii fartiinu soo gaarto hal la hubiyo riboodyada dawladdu waa tii riboodka hubisa marka meesha marba haddaan shabaab laga sheegin dii wax kale la sheego waa in aad loo foojignado loo taagtaagsado gudoomiye adaa joogo hadda maanta gudoomiyihii kale uu maqan yahay wakiil isagoo ka jooga laakiin waxaan isleeyahay asagaa wakiila gudoomiye waxaan idinka codsanaynaa deegaanadan waa deegaamo isle dadkan waa dad isle waxa intaan faldhicin ha laga wada hadlo si wanaagsan.
gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose maxamed ibraahim bare ayaa waxa uu sheegay in marxuumka ku baxay gacanta ciidanka booliska gobolka banaadir ee ka tirsanaa ciidamada municipiyada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan go'i doonin xuquuqdii uu ku lahaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya isla markaana eheladiisa la siin doono waxaana sidoo kale uu tilmaamay in cadaalad uu heli doono marxuumka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose ilaahay uu naxariisto waan ka tacsiyeynaynaa sidoo kale waxaan idiin cadeynaynaa in arrintani ay noqon doonto mid aan mar labaad soo laaban doonin maamulka heer gobol shabeellada hoose iyo gobolka banaadir waa iska arkeen waana laga garaabay wixii dhacay iyo waxay tahay iyo siday u dhaceen intaba sidoo kalena waxay noqon doontaa in mar dambe aysan taas iyo mid u eg aysan dhici doonin ayay taas ahaan doontaa sidoo kale qof walba uu dhimanayaa naf walbana waxaa sugaysa geerida laakiinse sababta ay wax u dhacday iyo qaabkii wax u dhaceen ayaa mar walbaba laga fekeraa insha allah ehelka waxaan u ballan qaadaynaa inuusan xuquuqda wiilkooda uusan noqon doonin mid meeshaasi ku baaba'day laakiin xuquuqdooda sidii looga xaajoo jiray soomaalina ay ugu xaajoo jirtay oo rasmiga ah oo cadaaladda ah inuu mari doono taas ayaan rajaynaynaa taas ayaana ballan qaadaynaa sidoo kalena wiilkaasi waa xibin ka mid ahaa munishibiyada koonfur galbeed khaasatan gobolka shabeellada hoose wax allaale wixii xuquuq uu lahaana waxaan ku ballan qaadaynaa meeshaan inuu sidiisa ugu socon doonto marnaba aysan ka go'i doonin mid ka mid ah ehelada marxuumka dhintay ayaa dhankiisa waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay in dhibaatadii ka dhalatay shaqaaqadii ka dhacday deegaanka ceelhuur la soo gabagabeeyey dhintay naxariis allah siiyo jannadi allah ugu bishaareeyo gacanka gar daranaa dishay maamulka gobolka shabeellada hoose maamulka gobolka banaadir akhyaartii oo dhan dhaqanki oo qoyskaas aaskii ay ka soo wada qayb galeen alxamdulilah shukri rabbilcaalamiin waaye waana wax dhibaata hona ma jiraan waa arrintaas waa la dhammeeyey waa tustoos ay nooga dhammaatay zakariya axmed muuse tv ga shabeelle ceelhuur shabeellaha hoose